السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المقصود بالثوب المعصفر، وهل هو مكروه أم محرم؟ معصفر المصبوغ بالعصفر، ونبت معروف، نبت معروف وله لون يميل إلى الحمرة، والمسلم منهي عن لبس ما فيه حمرة أو الأحمر الخالص. الأحمر الخالص إذا كان كله مصبوغ بالعصفر فتجنبه. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر في الإحرام لأنه نوع من الطيب. نعم.